وضعية حرجة إذا بات يعانيها المنتخب الوطني في ظل النتائج السلبية المسجلة واللا استقرار الذي تشهده العارضة الفنية. خسران راهم يخسروا بالشعب بالإعلام بالشرف تاع الجزائر كامل ندبوا لها. خسارة في هذاك التريكو، خسارة في ذيك الراية تاع الرجال وتاع الشهداء. ما نقدرش نقول عندنا فريق وما يزيدش الدخول الجزائري كي هما كيلونطخينال. احنا نقدروا تكونوا فريق غير منا. صارت المنتخب الوطني خساره مبكره، خيبونا روا لازمو يروح لونترينور لازمو يروح ونعاود ان شاء الله نديرو منتخب يشرف الالوان الوطنيه ان شاء الله. ولا غير خساره عليكم، خساره عليكم قسما، وخساره فيكم قسما، وهذه الرايه تاع الشعب. إقالة الكراث من منصبه مدربا للمنتخب الجزائري جاءت لتؤكد حالة التخبط وعدم الاستقرار التي يعيشها الخضر منذ مونديال البرازيل 2014. فمنذ ذلك الحين تعاقب على تدريب المنتخب الجزائري 4 مدربين دون أن يعرف أي منهم للنجاح طريق. الراسية والهدف الأول بطريقة رائعة من هذا حذر من هذه الكرة والهدف الثاني عن طريق نادي كريم بيدي. الشيري في انطلاقه ممتازه، وصل يحيى ويحيى تسديده، يا سلام يا ولد. يحيى الشيري سجل الهدف الثاني في زاويه ضيقه، يضع الكره في الشباك، يتقدم المنتخب السعودي بهدف. in behind the defense here, Ronaldo into the area.
جمال بالماضي مدربا للمنتخب الجزائري خلفا للمدرب المقال رابح ماجر. Peut-être que j'ai tort ce que je vais vous dire, mais moi, vous allez me prendre peut-être pour un fou, hein. Mais moi, je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la Coupe d'Afrique. هدف أول لصالح المنتخب الجزائري من رياض محرز فعله. يدخل يوسف عطال, يوسف عطال يدخل, يوسف عطال بابا رايع جول بابا 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 بابا. هدف من أروع ما يكون من يوسف عطال. رياض انطلق, رياض استمع, رياض دخل, رياض بابا 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 جول. فنان رائع وبارع انت يا رياض. باليسرى يسجل باليوم. كاس امم افريقيا 19 21, وحتى تصفيه كاس العالم بغداد با 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 با. يا له من جول, يا له من جول من بغداد ونجاح الرابع اختم به النهر. عيد بغداد با 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 جول بالبار خطيره با 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 جول الأمم الإفريقية ورياض محرز بانطلاقة في المساحة اللي بيحبها, وهي بتحب
C'est l'objectif de toute manière, ne pas y aller, ce serait un échec considérable. Effectivement, ensuite, dès qu'on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif, ce sera de la gagner.